اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم عن بعض الجمل الفنيه فيما يخص مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب ليبيا مع طبعا كريم سعيد واحمد ثابت. هنبدا بكريم. اتفضل يا كريم. طبعا اهم حاجه انا شايفها النهارده مباراه النهارده اللي عملها كيروش وممكن اقول بصمه من مدير فني عنده الايه الحد الادنى من الامور اللي ممكن تخليه يكسب. يعني كيروش من المدربين اللي فعلا يعرف يكسب. واحده من نقط النهارده شفتها انه قرب الخطوط ما بين اللعيبه النهارده بشكل ممتاز جدا. يعني مثلا النهارده الناس بتقول فتوح عامل مباراه ممتازه، محمد صبر عامل مباراه ممتازه، مرموش عامل مباراه ممتازه، مصطفى عمل مباراه ممتازه. انا في وجهه نظري نجم منتخب مصر الاول النهارده عندي محمد النني. ليه؟ محمد النني كان اكتر لعيب في خط الوسط عامل ربط ما بين الخطوط بشكل رائع جدا جدا جدا. حتى احنا في اول 25 دقيقه كنا بندافع بشكل في تركيز اكبر من الهجوم، ما عملناش مهاجمات خطره في بدايه المباراه، بس كان واضح جدا ان في تركيز من كيروش ان هو يثبت رجل اللاعبين في الملعب في الناحيه الدفاعيه. اللي عمل لنا الحته دي محمد النني بسبب قرب المسافات، وكمان الحته اللي انا حسيت يعني مثلا اهم سؤال احنا بنساله لما نيجي نتفرج على ماتش، احنا مين الفرقه اللي انت حاسس ان عددها اكتر من الفرقه الثانيه؟ ده مش حد فيفا دي بيلعب 13 فرقه بيلعب 11، لا الفكره مين اللي منتشر بشكل افضل. ده النهارده احنا حسيناه بشكل واضح بسبب النهارده كان في قرب خطوط، اللعيبه بتتحرك مع بعض، منتخب مصر بيهاجم. يعني مثلا الصوره اللي قدامنا 4-3-3 هنلاقي قدامنا في الماتش ان في اول ما بيطلع قدام حجازي والونش على طول بيقفوا في نص الملعب، مفيش فجوات. حتى عبد الله السعيد مش معزول زي ما كنا بنشوف مثلا في ماتشات سابقه لمنتخب مصر ان في فصل ما بين خط الوسط وخط الهجوم. وانا شايف دي اهم نقطه النهارده كيروش اداها للمنتخب، وضعا في الاعتبار التالي دي الكلمه اللي انا قلتها هنا في البيت الكبير من حلقتين سابقتين ان المنتخب الليبي منتخب متواضع فنيا، فمش عايزين نعظم الانتصار لما برافو عليك. ابعد هو برافو عليك. احنا قبل المباراه دورنا ان احنا نقول ونعمل ونحشد وكده، لكن بعد المباراه انتهت. الحقيقه المنتخب الليبي منتخب متوسط او اقل من المتوسط، ومش عايزين نضخم الموضوع قوي، ولكن هناك ايجابيات كثيره جدا يا احمد حصلت في هذه المباراه. في النهارده في بصمه واضحه بصراحه لكيروش في طريقه اللعب، زي ما قلت لحضرتك طريقه التحول ل 4-3-3. طبعا اكرم محمد الشناوي بنفس الاسماء اكرم توفيق، احمد حجازي والونش اتنين مساكين، وابو الفتوح ناحيه الشمال. الثلاثه الارتكاز محمد النني هو اللي قدام الاثنين المساكين، على يمينه عمرو السوليه وعلى شماله عبد الله السعيد. هنا محمد صلاح ناحيه اليمين، السهم اهو محمد صلاح بيتحول ايه لصانع العاب، بيدخل للعمق. عمر مرموش اللي هو ناحيه الشمال هو اللي ايه بيخش دايما برضه للعمق كده كمهاجم تاني جنبه مصطفى محمد اللي بيروح ناحيه اليمين سنه. يعني لو شفنا الجون الاول مثلا اللي هو الجون التاني اللي هو جاب بالعرض، عمر مرموش كان واقف على الكوره، مصطفى محمد راح اتحرك في ظهر الباك ليفت اتلعبت له. هتلاقي برضه الجون التالت محمد صلاح لعبها رمضان صبحي منين؟ من العمق. اذا محمد صلاح بيتحول لصانع العاب، مصطفى محمد دايما بيتحرك ناحيه اليمين، عمر مرموش اختياره هنا عشان بيتحول كمهاجم تاني. فدي طريقه لعب كيروش اللي هي 4-3-3 مع منتخب كولومبيا كان بيلعبها وبيطبقها حاليا مع منتخب مصر. تعال نشوف الحالات اللي بتثبت الكلام ده اللي هي طريقه لعب 3 ارتكاز. اول حاله معانا ادي الطريقه في ادي منتخب مصر طبعا في الحاله الدفاعيه تقارب الخطوط زي ما كريم قال. محمد النني عمل مباراه هايله، اكتر لاعب قطع كرات في الماتش 17 مره محمد النني، هايل بصراحه. محمد النني اهو في العمق، على يمينه مين؟ عمرو السوليه اللي هي السبعه متر ما بينهم او 7 متر والناحيه الثانيه برضو ما بين النني وما بين عبد الله السعيد 14. فاذا ادي الثلاثه الارتكاز واضحه جدا، المفروض عبد الله السعيد في المعتاد بيبقى قدام الاثنين الارتكاز، يعني المفروض بيبقى راس المثلث، لا ده هو دلوقتي بقى الناحيه الثانيه. فبقت طريقه اللعب 4-3-3 واضحه جدا. نكمل، عبد الله السعيد برضو عمل ماتش كويس جدا في الدور الدفاعي، ادي برضو نفس الحاله ثانيه اهي، ادي المثلث اهو فين؟ عبد الله ناحيه الشمال، عمرو السوليه ناحيه اليمين. ميزه الطريقه دي ايه؟ ان هي بتعمل مثلثات، بتعمل انتشار وكثافه عدديه في كل جنب. يعني الجنب اليمين بيبقى فيه عمرو السوليه وفيه اكرم توفيق وممكن يضم عليهم محمد صلاح، الجنب الشمال فيه عبد الله السعيد وفيه احمد فتوح وبيضم عليهم عمر مرموش والنني في القلب. فدي واضح جدا بصمه كيروش في طريقه اللعب. نكمل الصوره اللي بعدها،
نفس الفكره. ده طبعا بقى دي طريقه لعب منتخب ليبيا. يمكن المعلق حازم الكاريكي قال ان هو كان غير موفق. هو كان فكره النهارده هو كان بيلعب في مباراه الذهاب 5-4-1 وطريقته المعتاده 4-3-3. النهارده فاجئ منتخب مصر ولعب 4-2-3-1 هاجم، لعب بالطبال جناح يمين مؤيد اللافي صانع العاب الهوني ناحيه الشمال ولعب بال 4-2-3-1 وحاول ان هو يعمل ضغط عالي، ولكن طبعا نجاح كارلوس كيروش في ان هو يقرب الخطوط دي قدرنا ان احنا نطلع بالكوره وان احنا نعتمد على نخلق اهداف ونجيب اهداف من خلال تحركات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. انا الحقيقه بشوف برضو ان المنتخب الليبي هناك فارق كبير ما بين مستوى المنتخب الليبي من الناحية الدفاعية والناحية الهجومية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المنتخب الليبي من الناحية الدفاعية منتخب جيد جدا، جيد جدا، صحيح. من الناحية الهجومية هو منتخب ضعيف. لا احنا أو لما فتح اللعب أيوه. بان، لأنه هو لو كان لعب كده في مصر، لو كان لعب بنفس الطريقة دي في مصر كان ممكن تقدر كمصر تحرز أهداف أكتر. وبالتالي أنا بشوف أنه هو لما غير طريقة لعبه فرقت كتير. لو ما كانش بيلعب كده قدام الجابون ولا انجولا بالظبط، هي دي الفكره. المنتخب الليبي لما كان قدام الجابون وقدام انجولا مش مطالب بالمكسب، ساب الكره للجابون وساب الكره لانجولا زي ما شرحنا هنا، قدر يستغل الهجمات المرتده ويجيب الجون ده التارجت. ساعتها هو بينجح فيه، بيعرف يلعب الطريقه دي. النهارده هو اضطر يغير الطريقه ليه يا كابتن اسلام، ان هو مجبر ان هو يكسب، لان هو خلاص هو خسر ماتش برج العرب واتاخر في النقاط في الترتيب. فهو طبعا منطقيا انا خلاص المجموعه دي هيتاهل منها منتخب واحد بس، فلازم ان انا النهارده افتح خطوطي ولازم اغامر واهاجم. النقطه بقى الكويسه كمان اللي عملها كيروش انه عارف ان المنتخب الليبي لما يجي يهاجم هيهاجم عن طريق الكرات العرضيه. النهارده ما فيش ولا كره عرضيه حسينا فيها خطوره. ليه؟ النهارده احمد حجازي يعني بالعكس ده خطوره هناك منتخب مصر، منتخب ليبيا في معانا في مصر كان هنا اخطر، كنا لسه اول مواجهه. النهارده هو بقى شافهم، ده الماتش التاني. وده دايما انا بقول المدير الفني الشاطر اللي لازم يثبت لي ان في المواجهه التانيه قدام نفس الفريق بيقدم اداء دفاعي وهجومي افضل، ده شغلك. مظبوط. يعني النهارده ما ينفعش مدير فني يقنعني ان انت النهارده ذاكرت كويس في المواجهه الثانيه او الثالثه بتقدم اداء اسوا من المواجهه الاولى. لا، يبقى انت هنا عندك مشكله. المشكله مش عند اللعيب بس، هضيف كمان كابتن اسلام ان فعلا اللعيبه النهارده كم الجري وكم التنفيذ في حته التمركز. النقطه دي صعبه جدا، الموضوع مش سهل في الملعب. اللعيب عشان يفضل مركز ان انا النهارده اتواجد في المربع ده وما زدتش. يعني فتوح النهارده ليه شكله ممتاز؟ لان كل الاماكن اللي تواجد فيها كانت بيرفكت بالنسبه للشكل بتاع الفريق. يعني معنى احمد فتوح في الهدف، لو معانا صوره الهدف في الهدف الاول، احمد فتوح فعلا ما كانش متوقع ان الكوره تتلعب له بالشكل ده اصلا. هو راح لان هو ده المفروض يعمله. الكوره اصلا فعلا ساعدتنا، يعني لو شفناها الكوره لما اتقطعت واتلعبت، لا هي لعبها صح. يعني ملعوبه مصطفى عاملها، بس كان فيها دربكه. لكن بعيد عن الدربكه، فتوح واخد القرار ان انا رايح للمنطقه اللي ورا عمر مرموش، لان انا هي دي اللعبه، انا لازم اسرع ورا الفول باك لان هم خلاص بداوا يخشوا لجوه. فهو هنا عمل ايه؟ عمل الحاجه اللي هو متدرب عليها دي، ده تكتك. تاني الكرات بتاعتنا، اتفضل يا بص عمر مرموش فين؟ يعني عمر مرموش المفروض هو دخل له، بص هنا جري فتوح، دي اللي تبين لك ان ده تصرف لاعب متضرر. يعني ده واحد متقال له هو ما راحش دي عشان اللعب عايزك كده، لا هو راح ده عشان هو ده السيستم بتاع اللي انا دورت الكوره وفرغت المساحه ورا الفول باك، فاجري في الحته دي عشان اكسر التسلل واقدر انفرد بالمرمى. عشان كده حتى وهو بيشوط الكوره احنا حاسين هو بيشوط بيعمل حاجه عاديه بسيطه والكوره راحه زي فعلا ما الكتاب بيقول. فده انا بشوف ده بصمه من بصمات كيروش مع الفريق. الجماعيه كمان في الاداء في الثلاث اهداف واضحه جدا. يعني الجماعيه عمر مرموش داخل للعمق، ومحمد صلاح فين؟ برضو داخل بيتحول كصانع العاب، وادي احمد ابو الفتوح اتفضت له المساحه. عمر مرموش كراس حربه مش صانع العاب، اتفضت له المساحه لابو الفتوح وجابها جون. على فكره الجون ده جه من خلال اكتر من 12 تمريره. احنا حاسبينها تقريبا كام دقيقه؟ لو هو قالوا لحضرتك دقيقه تقريبا، اهي دقيقة. الجون ده استحوذنا على الكورة دقيقة و11 ثانية كاملة. الهدف الأول، الهدف اللي هو بتاع أحمد أبو الفتوح الأول لمنتخب مصر بعد دقيقة و11 ثانية من عدد الكورة في رجلينا من خلال تمريرات. أوكي. 24 تمريرة حاسبينها تحت.
24 تمريرة ودقيقة و11 ثانية. تخيل منتخب مصر الجماعية وصلت ليه النهاردة، كان أداء ممتاز في الجماعية. أوكي. والتحرك بدون كورة والتقارب والتنظيم وتقارب الخطوط الثلاثة خلى إن إحنا نجيب هدف من زمان، إحنا ما جبناش جون من 24 تمريرة بصراحة. نكمل برضو الحالة اللي بعدها، الهدف اللي بعد كده دي طريقة لعب ليبيا قدامنا النهاردة زي ما احنا شايفين الدوائر، وادي مؤيد اللافي، وادي الاربعة 2 3 1 اللي كانوا بيلعبوا بيها. شايفين النني فين اهو، هو اللي معاه الكورة، هو اللي بيحضر الهجمة، على شماله عبد الله السعيد وعلى يمينه عمرو السولية زي ما قلنا، هنا برضو محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش بيخش للعمق، وابو الفتوح فاتح خالص. ايوه نكمل برضو نفس الفكرة، عمر مرموش، وادي محمد صلاح بيخش للعمق زي ما قلنا اهو. دي لعبه الهدف اللي هو الثاني اللي هو عمر مرموش داخل. بص مصطفى محمد بيتحرك فين زي ما قلنا، دي الصوره اللي احنا جبناها اول الفقره خالص، لما قلنا محمد صلاح بيخش للعمق كصانع العاب، مصطفى محمد بيتحرك ناحيه اليمين سنه صغيره، عمر مرموش بيخش لجوه، وراح شايف مصطفى محمد قطع طبعا ثغره دفاعيه، ودي شطاره من كروش ان هو استغل المساحات اللي ورا الظهيرين. ساعه ما اتكلمنا عليها في حلقه قبل المباراه وقلنا ان المساحات الموجوده ورا الظاهرين بتوع منتخب ليبيا ثغره ونقطه ضعف واضحه، النهارده عمر مرموش بيبص للمساحه الفاضيه ديت وبيلعبها في ظهره اللي مصطفى محمد طبعا بيتحرك. النهارده مصطفى محمد عمل ماتش كويس جدا، سجل جون وصنع جون صراحه، برضو اداء ممتاز من مصطفى محمد. الحقيقه كل المنتخب النهارده يستحق التحيه ويستحق التكريم. كريم، اخيرا لو عايز تقول حاجه عن منتخبنا خلال الفتره القادمه، لان انا يهمني ان احنا نتطور. انا عجبني جدا التصريحات بتاعته بس هي متوقعه الحقيقه. اهم حاجه عايزين بس نوضحها للساده المشاهدين ان احنا طبعا النهارده خلاص قاب قوسين او ادنى من احتلال صداره المجموعه، ولكن السؤال المهم لينا ان طبعا مش دي الجوله تصنيف المؤثره في التاهل، احنا النهارده لسه عندنا الجوله الثالثه والاخيره، وهي دي الخطر اللي هتبقى معتمده على التصنيف. وعايز اقول معلومه مهمه، ان احنا طبعا لغايه دلوقتي لسه ما نعرفش ميعاد القرعه امتى، ما تحددش، لكن مهم جدا جدا عندنا ماتشين في شهر نوفمبر، ماتشين دول ما عندناش اي حل تاني غير الانتصار. ليه؟ لان احنا حاليا بنقبع في التصنيف السادس في افريقيا، بننافس نيجيريا والمغرب وتونس، الثلاثة دول ورا بعض فرق ما بينهم حوالي من 6 ل 10 نقاط، واحنا دلوقتي حاجه و30 بقى التصنيف في اكتوبر ان شاء الله هنقلل الفجوه ما بيننا وبين نيجيريا من فارق 50 نقطه لفارق 32 نقطه. طيب بفترض لو القرعه اتعملت في ديسمبر، يبقى احنا النهارده ربما نستفيد من مشاركتنا في كاس العرب، طالما ان هي بقت بطوله رسميه وبالتالي ناخد نقط فيها اذا حققنا فيها انتصارات كويسه. يبقى احنا كده عندنا ماتشين في نوفمبر وماتشات كاس العرب، خدنا نقط كتيره ان شاء الله نعدي نيجيريا، ان احنا مهم جدا نبقى في اول خمس. الوضع هيبقى مختلف طبعا. ليه؟ هيبقى عندنا مساحه نقابل بطل مجموعه مالي اللي هي المفروض سهله، او مجموعه تنزانيا والكونغو الديمقراطيه، لكن لو نزلنا في الخمسه التانيين هيبقى كده بتواجه جزائر، سنغال، مغرب، تونس، نيجيريا. شكرا يا كريم، شكرا يا كريم، مش عايزك تقول ده خالص، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا في مباراتي نوفمبر ومباريات كاس العرب. اخيرا انا شايف برضو اكرم توفيق قدم اداء ممتاز الحقيقه النهارده، حط حمد الهوني في جيبه ده للمباراه الثانيه، مره في الترجي ومره النهارده. اعتقد ان يعني بصراحه يعني المنتخب ماشي بشكل كويس، ولكن لازم التحديات اللي قدام كيروش البدايل. انت النهارده عمر مرموش لما بديل ليه حط رمضان صبحي، طب مين بديل مصطفى محمد النهارده؟ كوكا اتصاب، قال لك في التسخين انا شايف ان محمد شريف طبعا افضل من وجهه نظري، يعني افضل من كوكا، لازم يكون موجود محمد شريف، كذلك برضو قفشه لازم يكون موجود النهارده، اكرم توفيق برضو لازم يكون ليه بديل مميز على المستوى الهجومي. أوكي. لان انت محتاج برضو ظهير ايمن، فهنا البدايل ده الدور المهم اللي لازم يدور عليه كيروش في الفتره الجايه. عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وكالعاده امتعتونا وفهمتونا ايه اللي بيحصل مع منتخبنا الوطني، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كريم. شكرا يا كابتن اسلام. انا بشكرك جدا يا ابو حميد. شكرا يا كابتن اسلام، كنت متالق امبارح. حاجه بسيطه كده. اشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره بحضراتكم على الهواء مباشره اوجستي بوش المدير الفني لفريق كره السله معانا في او ضيفا على البيت الكبير، ان شاء الله هكون مع حضراتكم في تمام الساعه 10. انتظرونا غدا وحلقه مهمه جدا مع اوجستي بوش ضيفا على البيت الكبير. اشكركم واشوفكم على خير.